أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. باب هذا مثكني باب باب من حفر قفكي قضى بئرا عيل قفكي قضى في ملكه ملكه سدحدي سنة عيل كقطة لم يضمن شخص ياسي مضمانه أي بابيه. مسألة الشيخ رحمه الله تعالى باب كان وقهد للدون وحوه إلا ما دام وكجري بيها يا أحكام تودي وكدحجري مركز مناسبة هان مسألة نسو دح قليو وحكا هذا الدوانا شيخ وقفكو هدو عيل وقرغي سكاقوتو وقف بنا آدمه وكدعوه أما حيوان كلا وكدعوه إنو سن ضمانين وشغا وسن كل هيد وحاكلو لمده إليه إن علمدو مواد كينا وعلمت في ملكه وحلمده أو في موات ميل مواد آه وقف اسكاله أي سنجرين أي عيل كقطي مركز حيوان أكود عاي أما قف بن آدم أكود عاي أو كجير يودي لم يضمن ما ضمانه. إمام البخاري مركز قيد أسمي حديث كي مطلق آها حديث كشيخ مسألة أدليشن دونا وحديث كوا مطلق والبئر جبار أدليشن دونا مثل قصص على والبئر جبار حديث كاس مركز وحديث اسكا عام آه شيخ مركز ترجمة هو قيده في ملكه وكقيد في ملكه أو يعني وحو شيغي لفظه هو عام لكن هو مخصوص خصوصا للجو ده ومن إدلاق العام وإرادة الخصوص عام نبيه كل واقعي صلى الله عليه وسلم لكن نبيه خصوص للجو ده صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمود هو محمود بن غيلان المروزي قال أخبرني عبيد الله هو عبيد الله ابن موسى الكوفي رمي بالتشيع وحلقته شيخ تشيع حلقته مرنا بدون واسدنا وانسو مرني سوى شيخ وقاعد يحدثنا عبيد الله سوى نهي وحنكسو قادني كتاب الإيمان كتابك باللوغيسي ينكسو قادن عن إسرائيل هو إسرائيل ابن يونس من أولاد أبي إسحاق السبيعي أبي إسحاق السبيعي أي هو قادن إسرائيل عن أبي حسين هو عثمان بن عاصم عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن قدك جبار وهدر يري نبي صلى الله عليه وسلم ومركا معدن كولا جدد لقل يا يحوذ قفكي قرقيسي أما ميل موادا ومسألة البئر يوك علي لمت قرقيسي ميل ملكيسي أما دول موادا هو قف اسكالا يسنجرين أيو قدك قطي قدك أولا جددي سنوحوي وأن يستخرج منه ذهبا أو نقودا أو غير ذلك وإنو الذهب إيو معادن إيو إنو وحكا قطو ربا وددك قدك قطنا أيو الذهب كي يكلاس وبحا أيو معدنت إيو كلاس وبحا يو قدك سيهدو ميل ملكيسا وكا قطي أما ميل موادا وكا قطي وعيد اسكالوها يسنجرين وحي كدعاه وهدر وحي كدعاه هدر ويو إساقو مضمانا يساسي ولجيدا النبي صلى الله عليه وسلم والبئر عيلكو إساقونا جبار وهدر يري نبي صلى الله عليه وسلم وانا إمام البخاري قيدي وعيل ورنين أن لولجيدينو ومن حفر بئرا في ملكه يكو قيدي في ملكه أيكو قيدي وحلمدا أو في موات والله بدأ مسألون وهدو ملكه يسا عيلكا وكاقوتا ميلو أساقو إسكاليهي أما دول موات آه وعيد إسكالي سنجرين أيو عيلك كقضي حيوانا كدعي قف بن آدم كدعي وهدر ومضمان أيو محابة حمرك في ملكه أو في موات ليري وحابة إذا حفر في شارع ميل شارع ووضعه الله مره أيو عيلك كقضي بن آدم كدعي أما حيوانك لا كدعي وضامن مركز وضماني ولا قرب وحي كدعي ودن ويساق ضمان كيسيو أما وحاك لو ميشا كبحي في ملك غيره بدون إذنه قف كلا باص أوليه هيو عيلك أما جدك وكقضي بدون إذنه نكن كلا نوما فصيح باص كان أوليه عيلك وكقضي
بني آدم ku dhacay ama xayawaan kale ku dhacay fa huwa daamin waa laga rabaa wixii ku dhinto masaa'ilkaas oo dhan waxay ku baxayaan yaani mar hadii fi milki aw fi mawatin wixii ka soo haray waa daamin wal ajma wa ajmadi naafki behimada haya la ula jeedaa nabigu sallallahu alayhi wasallam naafki xoolaha ahaa isaguna wuxuu dilo jubaarun wa hadr isaguna wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam naafka xoolaha waxa uu dilayo waa hadru yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam laakiin isaguna yacni waa caam alcajma caam weye laakiinahu muqayad bibacdi almasaa'il masaa'ilka qaarkooda isagana lagu qaydo wuxuu ku qaydan yahay waa idaa lam yakun macahaa waa maaligu hadduusan daabadda la socon oo daabadda isagu uusan wadin oo daabadda isagu uusan la jirin markaasu ama haddii mathalan neefkii geel ahaa ama dameerkii ama faraskii ama gaarigii qofku hadduu wado dee wuxuu dila isaga laga rabaa la isagaa la rabaa daabadda inuu ka xakameeyo bini aadamka ama xoolaha dadka ay talfinayso inuu ka ilaaliyo oo uu ka waardiyeeyo isagaa la rabay maadaama isagu uusan la socon marka waa haddii isagu daabaddii uusan la socon waxaa kaloo meesha lagu qaydaa iyaduna daabaddii mathalan beeray soo daaqday beer ayay soo daaqday xilligii maalin hadday tahay waa jubaar maalin hadday tahay waa hadur leanno maalinta maxaa laga rabaa asxaabu lmasaaric inay beerahooda ka ilaashadaan asxaabu lmasaaric ayagaa laga rabaa dadka beeralayda ah inay beerahooda ay ilaashadaan ama xilligii habeenkii oo laga rabay asxaabu lmawaashi waalbahaa'im inay xoolaha xakameeyaan oo ay xirtaan xoolihii soo daayay markaasay xilligii habeenka ahaa ayay soo daaqday beerihii fa calayhi damaan qofkaa markaa damaan waa laga rabaa mar walba walcajmaa cajmadiina jubaarun waa hadiru yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa fi rikaasi duugtii jaahiligana wixii jaahiliyadu ay meel ku aasteenay ku duugteenna alkhumusu shan meelood meel aha ayaa ahaatuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam kitaabu zakaat ayaan ku soo marnay qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabu lkhusuumati fi lbi'ri waalqadaa'i fiiha haadaa midkani baabu lkhusuumati baabu xukmi lkhusuuma doodii xukunkeedii ayuu u baabiyay fi lbi'ri ceelkii lagu doodo waalqadaa'i xukmintiina waa u baab fiiha fi lbi'ri ceelkaa dhexdiisa haddii lagu doodo in la xukumana waa u baab sidii loo xukumi lahaa masalada sheekhu uu ka hadli doono raximahu allahu tacaala waxa weeye haddii ceel laysku qabsado see loo kala xukminu labadaa khasmaynka ah ama mutanaasicaynka ah oo ceelka yacni isku qabsaday see loo kala xukumaa oo sharcigu muxuu ka yidhi labadaa in la kala xukumo laakiin sheekhu raximahu allahu tacaala tarjamada markuu cabiray baabu lkhusuumati fi lbi'ri lafdiga bi'ri markuu cabiray waa ricaayatan lilafdi lxadiis lafdiga xadiisku ilaalin mooye xukunkani ceelka khaas kuma ahane waa ayu qadiya oo laysku qabsado maal ha noqdo guryo ha noqdo boosas ha noqdo ceel ha noqdo wax walboo laysku qabsado way waxa xadiisku ka hadlaya ee lafdulbi'ri maadaama uu ku soo arooray xadiiska ayuu lafdiga xadiiska ilaaliyey leanna waxa weeye waxa laysku qabsado waxa weeye qofka mar walbaba mudaciga ah oo wax sheeganaya oo hantida sheeganaya isaga jaanibkiisa mar walbaba waxaa laga rabaa inuu la yimaado markhaati xukunku waa sidaasu ceel ha noqdo wax walba ha laysku qabsado mudaciga waxaa laga rabaa inuu la yimaado bayina uu la yimaado markhaati hadduu markhaatigii isagu waayo mudaacaleyhigaa la dhaarina hadduu dhaartii isagu ka cabsado mudacigaa loo soo radin hadduu dhaartana saasuu ku milkinaa xoolihii marka waa ayu qadiya waxa xadiisku ka hadlaayo waxa sidaa loo xukumaayo waa qadiyo walboo bini aadamku ku marmo qadiyo kastoo lagu doodo weymaana khusuusu lbi'ri wuxuu sheekhu u tarjamaystay waa ricaayatan lilafdi lxadiis lafdiga xadiisku ilaalina qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala xadathanaa cabdaan huwa cabdullahi bnu cuhmaan ibnu jabalata almarwazi can abi xamzata huwa muxamed bnu lmaymuun almarwazi can ilacmashi can shaqiiq shaqiiq ibnu salama can cabdillaahi isnaadku waa kuufiyiin culimmadan oo dhan cabdullahi marka kuufiyiin haddiibu soo hormaro cabdullahi ibnu sacuud markaa loola jeeda can innabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam man xalafa qofkii dhaartay calaa yamiinin dhaar qofkii ku dhaartay dhaartaasoo yaqtadicu bihaa dhaarta uu ku goosanayo maala mriin qof bini aadama xoolihiisii uu dhaarta ku goosanayo dhaartaasoo huwa isaguba calayhaa dhaarta dusheeda faajirun uu ku faajiroobay bimacnaa kaadib fiihaw waa dhaar uu ku been sheegay oo fujuur uu ku mutaysanayo oo uu ku faajiroobay qofkii ku dhaarta laqiya allaha ilaahay uu la kulmaa qofkaas walxaal huwa ilaahay
عليه شخصك أدوشي سقدبانو إلهي وعريسينها. فأنزل الله تعالى إلهي حسودجي إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك الله خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آيات داسو إلهي مركسودجي آيات داسو إذن كدي قيسة عقوبة أو إسكالي إياه قفك دار بياناتك استعماله ودارت بياناتك مقعيد إلهي إيا أسماء إلهي إسكفوضة دي سنعي. إلهي وحور إن الذين كوا يشترون إيب سنعي بعهد الله بلنك إلهي إيا وأيمانهم داريالكو دي ثمنا قليلا لعق يركو إيب سنعي وثمنا قليلا وحلوغا عبيراي وحيو ولو حتى مال أساقو أمالينا يو مال وين إنو يهب دارت بيانتها بكو قوستيه بالنسبة للآخرة مركي لو نسبه يوحو قاتي وثمن قليل وحو ضيعي كوين وحو ضيعي النعيم كإلهي يرده إلهي اسكن اسك ضيعي أو قفي واي مركي لو نسبه يو الدنيا دردن وثمن قليل ربنا دوحو قاتي. إن الذين كو يشترون إيبسنا بعهد الله بلن كإلهي وأيمانهم داريالكو دي ثمنا قليلا لعق يركو إيبسنا أولئك الله خلاق لهم في الآخرة آخرة إلهي وحويره وحنا السيبة ووهو الرياه مجرى. فجاء وحا يمد الأشعث هو أشعث بن قيس أشعث بن قيس يمد مركي حديث كأو مغلي أيو يمد أشعث بن قيس وصحابي. فقال مركاس وحويره أشعث ما يحدثكم حو إذين شيقي أبو عبد الرحمن صحابي قال ليراه محيط هاي حديثك إذين شيقي وعبد الله المسعود كن يدي سيوه أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن محيط هاي حديثك إذين شيقي. في أنيقة أي أنزلت هذه تلقوس الدجيتاس والآية آية دعاء معنى في وحولج إذا في السبب يو أنيقة السبب إذا أنزلت هذه الآية آية دعنا عبد الله المسعود أنا وحكران ولي هاي أسباب تلقوس الدكتي قصة واقعة حكت إذا أنيقة هايو يري سحابيقا محايا الأسباب تلقوس الدكتي أنيقة بهايو ولي هاي أشعث بن قيس وحوير أشعث كانت اللي أنيقة وحياها تبير عيل في أرض ابن عم إن أدير دول كيسة أي عيل إيغو سوغنادي إن أدير كاسو اللي أنيغا إيه سوغنادي نينا إن أدير نهي أي دول كيسة أن عيل كلها. فقال لي مركاسو حيغو يري نبي صلى الله عليه وسلم مركان عيل كا كلا دوضي نكا إن أدير كا شهودك أو يمينه ويغو يري نبي صلى الله عليه وسلم شهودك بمعنى أحضر شهودك مرقاتيغا سو حاضر إلا ديغا مدعيه آه. و هنتي شيغان اي هنتي الله يغه استادي غا دحيه او مدعيه مرقاتي الله غا ربا لا كاد او يمينه او امس ادلب دلبو يمينه اسغا دارتيس ان لغو داريو ولاداس وا قاعده مركا كود دريرسانيس في كل قضيه في كل قضيه وقع فيها تنازع والخصام قضيه كستو مرن او كدحو وا قاعده داسا كدغسن او قفكه مدعي غا هنتي شيغان اي اسغا لغا ربا انو لا يمادو بينيه شهود أو أمس هذا المرقاتي هاي سنن يمينه أضلب يمينه أصغر دارتي سدلبو. قلت مركاسا وحنري ما لي شهود أنا مرقاتي ما سكنان رسولك إلهي مرقاتي ما هي. قال مركاس وحور نبي صلى الله عليه وسلم فيمينه إن كان دارتي سو عيلك كقول مرسن هي الحجة القاطعة أي هذا حجة قاطعة مرك النقنيس هذا يعني هذا وح مرقاتي هذا هليكرين حجة وح كلا جويني سوى دارتيس هذو دارتوا لو كلا بحاي أصغى هنتدي يالانيو دا عليه. قلت مركاسا وحانيري يا رسول الله رسولك إلهيو إذن مركاس يحلف واسكر دارانا ننكان رسولك إلهيو ننكان وحاوي واس نغاناه دارتوا واسكر ليف ننكان هدي ليرا هنتدى دارتا سيكو حلاليشان هدي ليرا واسكر دارانا دارتوا واسكر ليف إذن مركاس يحلف ودارانا مركاس يحلف مدين ديغا وكر ديغا إذن قد أدنك مسو ساسيه هي يا نوكر دي يحلف اذا يحلف انصر وقوله اذا يحلف بالنسب قال سهيلي لا غير سهيلي وحير واخ كلمه ما بنانا وحكى ابن خروف وحو شيغي جواز الرفع قد كو انه بنان هي في مثل هذا لكن نصبها ساد مودا قواعد اللغه العربيه انه كينه لانه اذا وحروفته وحكو جري وحنسبين جري إذن يحلف وإذن تي النونتا هيدو ومركا اللوب الدلي أليف اللوب الدلي النونتا هيدو وحنسبين جرتو نواسطو وكمدا هيدو إذن يحلف وإسكر دارون لكن هذا الرواية قد يسنى
imaamu siibawayhi raximahu llahu tacaala ayaa kitaabkiisa alkitaab wuxuu markuu idan uu ka hadlayay wuxuu yidhi wa min alcarabi man laa yansibu biha, carabta waxaaba ka mid uu yidhi qolo idan aan wax ku nasbinba oo aman camal siinaynba, maca istiifaa'i shuruudi, iyadoo shuruuddii saddexda ahaa oofsatay, carabta waxaa ka mid uu yidhi qolooyin aan waxbaba ku nasbinay idan, lanna waxa weeye iyada oo camal falkeedu ka mashhuursan yahaba an antiyaaba la ihmaaliyey fii bacdi alaxwaal, wa bacduhum ahmala an xamlan calaa maa ukhtihaa xaysu istaxaqad camalan. Okay, ibnu maalik yidhi antii oo ka mashhuuranaa bacdu luqaati alcarab ayayba ihmaaliyeenba. Marka riwaayada marfuuca ka dhigaysana waa qowlka imaamu siibawayhi uu yidhi min alcarabi man laa yansibu biha maca istiifaa'i shuruud, carabta waxaa ka mid a qolo aanba camal siinayn idanta. qultu waxaan idhi uu yidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow sala allahu calayhi wasalam idan yaxlifa, waaba iska dhaara ninkan. fadakara nabiyu, nabigu markaasu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam hada alxadiisa, nabigu markaasuu xadiiskan sheegay markuu yidhi waa iska dhaaran oo dhaartu waxba lama aha. uu xadiiskan soo marnay nabigu sheegay sala allahu calayhi wasalam man xalafa calaa yamiinin yaqtadicu biha maala mri'in huwa calayha faajirun laqiya allaha wahuwa calayhi qadban. waa xasuusiyey xadiiskaasuu nabigu xasuusiyey sala allahu calayhi, iska jir uu yidhi haddaad been ku dhaarato xadiiskaa iska jir. fa anzala allahu dalika, qowlkaasuu ilaahay soo dejiyey, aayaddaasuu ilaahay soo dejiyey tasdiiqan liajli tasdiiqin rumayno lahu, rasuulka loo rumaynaayo sala allahu calayhi wasalam, xadiiskii aayaddii ayaa isrumeeyey. qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala baabu ithmi man manaca ibna sabiili min alma, haadaa midkani baabu ithmi man, qof dembigiisii ayuu u baab yahay qofkaasoo manaca diiday ibna sabiili, ibna sabiil musaafirkaa loola jeeda, qofkii musaafirka ahaa u diiday min almaai biyihii u diiday, qofkaasi dembiga iyo cuquubada iyo carada ilaahay agtiisa uu ku yeelanayo lamaadaama axkaamtii biyaha uu weli ku dhex jiraa. sheekhu raximahu llahu tacaala qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa tabuudak albasri qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ziyaad albasriyu can alacmash qaala wuxuu yidhi acmash samictu abaa saalixin yaquulu samictu abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu yaquul qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam thalaathatun saddex qof laa yanduru llahu ilayhim yowma alqiyaama, maalinta qiyaamaha ilaahay ma fiiriyo, walaa yusakiihim ilaahayna ma dahiro dembigooda ma dhaafo, walahum cadaabun ay saddexdaasu leeyihiin cadaabkaasoo aliimu naftooda xanuunjiya, rajulu nin, ninkaasoo kaana lahu ninka u ahaaday fadlu maa'in biyo dheeraada, biyo xaajadiisii ka soo haray, fadli bimacnaa faadilu, faadilu maa'in, biyo soo haray bimacnaa can xaajatii ka soo haray, biyahaasoo weliba bidariiqi fi dariiqi waddada ahaaday, oo fa manacahu biyihii waddadii musaafiriintu marayaan ceelkii uu ku yaallaa, fa manacahu biyihii wuxuu u diiday min ibni sabiil, qofkii ibnu sabiilka ahay waddada marayay oo xaqu ahaa in loo kaalmeeyo ceel iska qulqulay waa u diiday. wa rajulu nin weeye haddana ninkaasoo baayaca, maxalu shaahidka marka imaamu albukhaari waxa weeye kaana lahu fadlu maa'in bidariiqi fa manacahu min ibni sabiil, biyaha xawaaijtiisa ka soo haray oo musaafirkaa isagoo ooman weydiistay ayuu u diiday. kan labaad wa rajulu nin weeye ninkaasoo baayaca lacaqatamay, baayaca bimacnaa caaqada ballan la galay caqadkiiu, baayaca caaqada caqad iyo heshiis la galay, imaamahu imaamkiisii uu heshiis la galay, imaamulacdama loola jeeda oo madaxweynihii, madaxweynuhu caqad iyo heshiis la galay, laa yubaayicuhu xaal madaxweynaha uusan heshiis la gelaynin ilaa lidunyaa ilaa liajli dunyaa, adduunyo darteed maahane wax kale heshiis kula geli maayo madaxweynaha markuu heshiiska la galay. fa in acdaa madaxweynuhu hu asaga ninkii minha adduunyada xaggeeda hadduu wax ka siiyo radiya, raalliyuu ka noqonaa madaxweynihii waa taageeriyo markaas waa ammaani. wa in lam yucdi madaxweynuhu hi shaqsiga minha adduunyada hadduusan waxba ka siin sakhida waa cadhoonaha wuxuu leeyahay waxba maahan uu leeyahay wax uu yahay maahan, haddii adduunyadii uu kula ballamay hadduu u diidana waxba maahan uu leeyahay. marka ninkan labaadna nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku sheegay waa nin madaxweynihii mubaayaca iyo heshiis la galay, wuxuu kula gelayana ma aha inuu dalka, inuu asagu markaa yacni masiirkiisa uu u roon yahay, inuu diinta masiirkeedii madaxweynuhu u roon yahay ma aha, aniga aan ku taageeru leeyahay laakiin maxaad isiinay, maxaad isiinay uu leeyahay aan ku taageero. marka shakhsiyaddiisi uu mubaayaco la galay, mubaayacana kula geli maayo inuu dalka maslaxa ugu jirto madaxweynahan,
ama diinta inay maslaxa ugu jirtee laa yubaayicuhu ilaa lidunya, adduunyuu ka rabaa bis. Waxyaalaha hadda waqtigan jira oo loo badan yahay nimanka murashaxiinta ah markay soo sharaxayaan waxay samaynayaan codadkii dadkii ayaa la iibsanaaba, dadkii baarlamaanka ah codadkoodii ayaa la iibsanaa, sida raashinka iyo yaanyada loo iibsado kale ayaa loo iibsanaa. Walidaalika mana bannaana baycu shahaadati laa yajuus, qofku shahaadadiisa inuu iibsado sharciguma ogola, waa xaaraan. Shahaado markii lagu soo qabsado oo la yidhaha qofkan ka warbixi, maxaad markhaati ka tahay? Ma qof wanaagsana oo dalka iyo diinta iyo ummadda maslaxa ugu jirto mise ma aha? Waxaan ka markhaati kici qofkan inuu wanaagsan yahay laakiin lacag ha la siiyo, xaaraan. Baycu shahaadati waa xaaraam, shahaado lama iibsan karo. Marka dadkan baarlamaanka hadda ku jira oo samaysanayo codadkoodii iibsanayo oo qof murashaxo markaa codkiisa ka iibsanayo, hal jaanibo adduunya ay ka fiirinayaan bis. Mararka qaar waxaa la sameeyaaba waxaa la yidhaha yaa xoogaa jeeb roona la yidhaha, jeebka wax fiican ku ridi kara, wax fiican yaa jeebka gelin kara, intaasaa laga fiiriya. Inta badan kaasaa laga fiiriya, jaanib kale maba jiraba ilaa man raximahullah. Dad yar mooye jaanib kale ma jiro oo wax laga fiirinayo. Marka waxay soo gelayaan dadka codadkooda iibsanaya waa baycu shahaadati laa yajuus, rajulu baayaca imaamahu laa yubaayicuhu ilaa lidunya fain acdaahu minha radiya wain lam yucdihi minha sakhida. Haddii qofkii sidaa hantidii marka yacni madaxweynaha uu u siiyey oo u dooranayay, wixii lagula ballamay haddii la siiyana waa nabad, waa taageeri. Haddii markaa wixii loo diidana waxba maahan uu leeyahay, wax uu yahay kani maahan, ha lagu kaco leeyahay, ha lagu kaco waxba maahan. Marka waa qof yacni masiirkiisii iyo mustaqbalkiisii oo dhan ka dhigtay, wuxuu cuno un wuxuu cuno caloosha uu gashado bisuu masiirkiisii oo dhan ku soo koobay. Warajulun, kan saddexaad wuxuu ku sheegay nabigu sallallahu calayhi wasallam, warajulun aqaama silcatahu, waa nin istaajiyey badeecadiisii bacda alcasri, salaadda casirka bacdi. Fa qaala, markaas yidhi, wallaahi alladii laa ilaaha gayruhu, yaan ku dhaartaahe, laqad ucdiitu bihaa, badeecadan waxaa laygu siiyey kadaa wa kadaa, intaasaan anigu ka soo bixiyo ula jeeda, anaaba intaas ay igu fadhisaaba, wixii aad igu dari lahayd adigu sheegow, waxaad ku dari lahayd sheeg. Fa saddaqahu, ninkii waxaa u rumeeyey, rajulun, ninaa u rumeeyey, wuxuu yidhi, marba haddii asaga intaa ugu fadhiso waa inaad waxuun ugu darto, waana beenti intaa uguma fadhiso. Waa waxa loo badan yahay weeye hadda, ganacsigu u badan, ilaa man raximahullah, qof ilaahay u naxariistay maaha. Uma qara hadihi alaayata, aayaddan uu akhriyey nabigu sallallahu calayhi wasallam, ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi wa aymaanihim samanan qaliila ulaa'ika laa khalaqa lahum fi laakhira walaa yukallimuhum llah walaa yanduru ilayhim yowma alqiyaama walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim. Qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala, baabu sakri lanhaar, haada midkani baabu xukmi sakri lanhaar, webiyada xiriddoodii, xiriddaa xukunkeedu u baabiya. Masalada sheekhu halkan uga hadli doona waxa weeye, biyaha waa tii laba aan u soo qaybino, waxaan nidhi maa'i mushtaragaa jira oo qof gooni u sheegan kartaa aysan jirin, kal anhaari alcaama, sida webiyada caamka ah oo kale, webiyada niil oo kale, webiga furaad oo kale, webiga shabeelle oo kale, qof sheegan karaahi ma jiro. Waxaa la yidhaha waa maa mushtarak alanhaari alcaama. Webiyadaas marka caamka ah mararka qaar ma la xiri karaa oo qof ma loo xiri karaa? Masaladu meesha ka hadlay sheekhu waxa weeye, haddii webigu dadkii uusan ku filayn beerahoodii, beerihii kuma wada fila, inuun beertan xoogaha loo xiro oo beertan markay cabto haddana biyihii la fasaxo oo qof kale haddana loo soo fasaxo, bixasabi ricaayati almasaalix, maslaxaddii beeralayda iyadoo la ilaalinayo, biyihii caamka ahay ma la xiri karaa? Qofkani ha cabo, beertan ha cabto, beertan markay cabto kabacdi beerta kale ku xigta haddana ha cabto, saa ma loo xiri karaa? Waa mashruuc in la xiraba sidaasaa la rabaa. Webiga hadduusan dadku ku filayn oo haddii la wada fasaxo beerihii oo dhan hadduu ku filan yahay, taasi khilaaf kama taagna. Webigii lama xirayo daruuro keenta in la xirtaahi ma jirto, laakiin haddii biyihii aysan ku filayn beeralaydii, markaas waxaa mashruuc ah oo la sharciyeeyey in la xiro. Al-aclaa fal-aclaa, sida marka loo kala xigo webiga ayaa loogu kala furaa. Qofkaani markuu beertiisu cabto ayaa kan kale loo sii daynaa, waa sidii nabigeennu samayn jiray sallallahu calayhi wasallam. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث هو الليث بن سعد المصري قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير أولا الكيسو إلا عروة النفتيس عروة بن الزبير وأمرك من باب الرواية عن الأخي ولا الكيو وحلق وريه عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه عبد الله بن الزبير حدثه ولا الكيسو عروة
ayuu u sheegay anna rajulan min alansaari, nin ansaarta ka mid a khaasamay inuu la dooday, azubayra zubayr binu cawaam inuu la dooday cinda annabiy, nabiga agtiisuu kula dooday sala allahu wasalama wabaraka caleyh, fii shiraaji alxarati, dhulkii xaraha ahaa dhagax madowga ahaa biyo mareenkiisii uu kula dooday, dhulkii xaraha iyo dhagax madowga ahaa biyo mareenkiisii uu kula dooday, allatii biyo mareenkaasoo yasquuna biha, biyo mareenka ay ku waraabsan jireen, annakhla geed timireedka ay ku waraabsan jireen, beeraha timirta biyo mareedkii lagu waraabin jiray ayuu kula dooday nin ansaarta ka mid ah Zubayr bin Cawaam uu kula dooday. Biyihii aa lagu murmaa marka, biyaha maxaa lagu murmay? Ninkan ansaari wuxuu leeyahay beertayda u xaq leh, biyuhu labadoodana kuma kaafiyo, labada beeroodba haddii lagu sii daayo biyihii kuma filla. Marka beertan marka hore halkan beer inay cabto, markaa kabacdi haddana laga xayiro beertan laga xiro, beerta labaad loo sii daayo, sidaas maahane si kale yacni biyihii uguma filla. Fa qaala alansaariyu, ansaarigii markaasu wuxuu yidhi sarrix ilmaa, biyaha siida, yamuru hamaru, meeshuu doonee biyaha siida, siida biyaha celin. Fa abaa Zubayr, waa diiday calayhi, ninka ansaariga waa ka diiday, ma sii daynayo yuri, beertaydu waa inay waraabto, beertaydu markay cabto markaa kabacdi ayaan biyaha sii dayno. Fakhtasama, labadoodii way doodeen cinda nabiy, nabiga agtiisay ku doodeen sala allahu calayhi wasalam. Fa qaala rasuulullahi, rasuulku ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam li Zubayr, Zubayr wuxuu ku yidhi isqi yaa Zubayru, Zubayrow beerta waraabi, uma arsil ilmaa ilaa jaarik, markaa kabacdi deriskaaga biyaha u dirow, yidhi usii daa nabigu sala allahu calayhi wasalam, biyaha marka hore adigu cab, markaa kabacdi deriska usii daa. Leanna waxa weeye beerta Zubayr ayaa waxay xigtay dhinaca webiga iyadaa xigtay, alaclaa falaclaa baabu u caqidi doonaa masaladaa sheekhu raximahu llahu tacaala. Uma qaala uma arsil ilmaa ilaa jaarika, faqadiba alansaariyu, ansaarigii marka wuu carooday, ansaarigii xukunkaas nabiga sala allahu calayhi wasalam u riday waa ka carooday ansaarigii. Fa qaala markaasuu ansaarigii wuxuu yidhi an kaana xakamta haakada, masaasaad u xukumtay masaladii, an kaana liajli an kaana, inuu Zubayr yahay dartiis, ibn camatik in eeddada inuu yahay darteed, masaas ugu xukumtay. Waa kelimo khatarow, kelimo khadiir uu ku dhawaaqay, wuxuu yidhi xukunkaas ma waxaad ula jeeddaa, waa eeddadiiyaa dhashay, miyaad ula jeeddaa, waa Safiya binti Cabdilmualib, Safiya dhashay binti Cabdilmualib oo nabiga eeddadiisa ah sala allahu calayhi wasalam Zubayr ayaa dhashay. Marka wuxuu yidhi xukunkan ma waxaad ula jeeddaa, eeddadiiyaa dhashay. Markaad leedahay maaragtaahay beerta marka hore beertiisa ha laga xiro, Zubayr adigu marka hore beertaada ha cabto markaad leedahay, oo in eeddada saami ay ula jeeddaa. Fatalawana, waxaa isbedelay wajhu rasuulillah, rasuulka ilaahay wejigiisii sala allahu calayhi wasalam wuu isbedelay. Uma qaala markaasuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam isqi beerta waraabi yaa Zubayr, Zubayr beerta waraabso. Uma xabis ilmaa, markaad waraabiso biyaha xabis, xataa yarjica ilaa biyuhu ay dib uga laabanayaan ila aljadri, gidaarka. Jadriga waxaa la yidhaha waa meelaha geedka yacni salkiisa la qodaa, salkiisa la qodaa, markaasaa karkoor loo sameeyaa biyaha si ay ugu celiyo, karkoorkaasaa u celinaya geedka salkiisa si biyuhu aysan u dhaafin, oo geedku si waraaban si wanaagsan xididadiisa ay u cabbaan, kaasaa jadri loola jeedaa. Meeshaa karkoorka ahoo geedka salkiisa gidaarkiisa lagu wareejiyey ah, si intii biyuhu ka gaarayaan biyaha cishowir hasii dayn. Oo markii hore yacni nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu la jeeday wax uun xaqaagi ka tanaasulo xoogaa beertu markii biyuhu ku faafaan oo geedadka ay kala gaaraan biyuhu u sii daa deriskaaga. Hadda laakiin nabigu sala allahu calayhi wasalam kelimada khatarta ninkii markuu ku dhawaaqay ansaariga wuxuu yidhi xaqaagii oofso, xaqaagii oofso, geedka salkiisa markay biyuhu buuxiyaan markaa kabacdi usii daa, hadda xaqa ka oofi marba, hadduu kelimadaa ninku ku hadlay. Fa qaala Zubayru, Zubayr marka wuxuu yidhi wallaahi ilaah baan ku dhaartaahe, innii anigu laa axsabu, waxaan u malaynaa haadihi alaayata, aayaddan nasalat, inay kusoo degtay, fii daalika ay sha'ni, sha'nigaas ninkaas yacni kelimada khatarta ku hadlay inay aayaddan kusoo degtay, saasaan u malaynay. Falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum thuma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima. Oo ilaahay wuxuu yidhi falaa maya, warabbika rabbiga aan ku dhaartaahe, laa yu'minuuna ma rumaynayaan, bimacnaa iimaanan kaamila, iimaan kaamil oo toosan mar ma jiro, xataa yuxakimuuka ilaa adiga ay kaaga soo xuguntamaan, nabiyullaahi maxamedow sala allahu calayhi wasalam, fii maa sha'nigiina ay kaaga soo xuguntamaan, sha'nigaasoo shajara dhex galay baynahum dadka dhexdooda, wixii murana ah
oo dhexdooda ilaahay adiga ay xaakim kaaga dhigtaan, iimaan maba jiroba, iimaan toosan ma jiro. Ninkaasaa marka aayaddu ku soo degtay. Marba haddii nabigiiba sallallahu calayhi wasallam la leeyahayba an kaana ibna camatika, iimaan toosanaan jirin wey, waa la canaantay saxaabigiia sidaa lagu canaantay. Xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum thumma laa yajiduu fii anfusihim, naftoodana aysan ka helin xarajan wax culaysa, mimaa qadayta waxaad xukuntay. Weliba haddana waxaad xukumtay waa in qalbigaaga qalbigooda uusan diiq gelin. Inshiraaxu sadri waa in laga helo bacda xukmi rasuulillah sala allahu calayhi wasalam. Xukunkii nabigu markuu dhacay kabacdi farxad waa in la helo, iimaan hadduu jiro farxad waa in la helo. Marka waxay culimmada hadda muxadisiintu ay ka hadleen ninkan kelimada ku dhawaaqay sala allahu calayhi wasalam oo nabiga sidaa ku yidhi an kaana ibna camatika. Imaamu nawowi raximahu llahu tacaala markuu ka hadlayay qisadan wuxuu yidhi low sadara mithlu hada alkalaam, hadalkan oo kale hadduu ka soo fuli lahaa min insaanin qof bini aadam ah kaana kaafiran, hadalkan waa kufri yuri imaamu nawowi, gaalnimo buu yidhi, leannahu waa ittihaam lirasuulillah sala allahu calayhi wasalam. Waa nabigii oo la tuhmaysta xukunkiisii, nabiga xukunkiisa qofkii tuhmaystana waa gaal yakhruj can ilmilla, intadhana isaga bixi. Wuxuu yidhi marka imaamu nawowi laakiin tarakahu liannahu kaana fii awali alislaam yata'allaf, laakiin nabiga sala allahu calayhi wasalam ninkan lama dilino, nabigu waa isaga tegey maxaa yeelay xilligii mu'allafada lagu jiro ta'liifka lagu jiray marxaladaasuu nabigu ku jiray sala allahu calayhi wasalam. Wuxuu dhihi jiray laa yutaxadathu, lagu sheekayn maayo anna muxammadan yaqtulu asxaabahu. Nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisii hoos ugu soo laabtay ma lagu sheekaysanayo, saasuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam, ayuu qisadan iyo xadiiska markuu ka hadlayay uu yidhi imaamu nawowi raximahu llahu tacaala. Qaala muxamed ibnu alcabaas, waxaa hadalkan markaan dhahaya waa firabri, firabriyo nusqada oo asalka ah oo bukhaariga isaguba hayay. Qaala alfirabriyu, ayaan u qadarayna firabriya, wuxuu yidhi abu cabdillaahi alfirabri qaala muxamed ibnu alcabaas, wuxuu yidhi muxamed ibnu alcabaas alasbihaani min aqraani alimaami albukhaari, waa dadka imaam albukhaari la samantamay wey, aqraantiisii wey, xoogaagana wuu ka dambeeyey imaam albukhaari yaa geeri horreeyey xagga dhimashada uga horreeyey, laakiin waa isla samantameen bukhaariga iyo sheekhan muxamed ibnu alcabaas. qaala muxamed ibnu alcabaas alasbihaani, wuxuu yidhi qaala abu cabdillaahi, waa bukhaarigu ka wadaa, qaala abu cabdillaahi wuxuu yidhi laysa axadun, axad ma jiro yadkuru curwata, curwo sheega, curwo oo ka qaadaya can cabdillaahi, yacnii fii isnaadihi ku sheega ula jeeda, qof isnaadkiisa lafdiga labadan lafdi isku xijiya, waa labadan yacni taabicigan iyo saxaabigan, curwa can cabdillaahi ibni zubayr saa isugu xijiyey isnaadkiisa ma jiro, ila laythu maahane faqad oo kale ah, oo isnaadkan layth ayaa habkan u sameeyey. Oo habkan muxuu yahay? Waa riwaayatu curwa can akhiihi cabdillaahi ibni zubayr, curwo walaalkiis ka warinaya cabdillaahi ibni zubayr layth bisaa isnaadka sidaas ula istiqlaalay oo la gooni noqday. Oo culimmada kale maxay sameeyeen? Culimmada kale iyagu waxay sameeyaan can curwata can abiihi, aabbahaas muxuu yahay? Waa zubayr. Culimmada kale isnaadka saasay u kaxeeyeen can curwata can abiihi, laakiin laysa isagu riwaayada uu la gaar noqday waxa weeye inuu yidhi can curwata can cabdillaahi ibni zubayr, markaa kabacdi aabbihii laga sii wariyo oo zubayr ibn cawaam qisada laga wariyo. Marka waxaa la istiqlaalay uu kuleeyahay layth bisaa laga hayaa, wax saas ku sheegay. Qaala muxamed ibnu alcabaas qaala abu cabdillaahi laysa axadun yadkuru curwata can cabdillaahi ila laythu faqad. Qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacaala. Baabu shurbi alaclaa qabla alasfali, hadaa midkani baabu mashruuciyati shurbi alaclaa, qofka aclahaahe sarreeya cabitaankiisoo la jideeyey ayuu u baab yahay. Qabla alasfali, kii hooseeyey ka hor acluhu u cabayo oo la jideeyey ayuu u baab yahay. Masalada sheekhu halkan uga hadli doona waxa weeye biyihii hadduusan webigu ku filayn dadkii beeralayda ahaa in sidan markaa la samaynayo yuqaddamu alaclaa cala alasfal, qofka aclaha ayaa marka hore cabaya beertiisa, qofka aclaha beertiisa ayaa marka hore cabaysa, markaa kabacdiyaa asfalku ku sii xiga. Maxaa loola jeedaa aclaha? Marka aclaha ulajeedada laga leeyahay waxa weeye imaamu shaafici raximahu llahu tacaala wuxuu ku fasiray huwa almuxyi alawal wa ghaaliban huwa alaqrabu ila annahri. Imaamu shaafici wuxuu ku fasiray aclaha
huwa almuxyi alawwalan, waa markii hore beerta qofkii noolaystay. Kow, beerta qofkii ku soo horreeyey meesha uu, qofkii markii hore ku soo horreeyey beertan milkiyaddeeda oo meesha noolaystay ayaa aclo loola jeedaa. Wa huwa alaqrabu gaaliban ila annahri, sida gaalibkaana dabeecaddu waxay keeni qofkii markii hore beerta noolaystay inuu webiga meel u dhow uu beerta ka noolaysanayo, dabeecadda bini aadamku saasi keeni. Marka waa laba lafdii oo marka mutalaasimayna, haddaad ku fasirto alacla almuxyi alawal iyo haddaad ku fasirtid huwa alaqrabu ila annahri, waa isku dhow yihiin laba lafdii oo iskeenayo. Ulajeedada un waxaa loola jeedaa waa midka webiga xiga aclaha, midka webiga xoga, kaasaa marka hore beertiisa lagu furi, beertaasi markay cabto markaa kabacdi aa ninka ku xiga, ninka ku sii xiga, saasaa loo wadiyo. Waa sidii nabigu xukumay sala allahu calayhi wasalam. Qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala, xadaثna cabdan cabd اllahi bn cuثmaan ibn jabalata almarwazi qaala akhbarana cabd اllahi huwa cabd اllahi bn mubaarak اlmarwazi qaala akhbarana macmar huwa macmar bn rashid albasriyu can الzuhri can curwata qaal khaasama zubayru rajula, xadiiska naftiisu ku soo celiyey sheekhu, ilaa masaladana waa loo deliishan karaa xadiiska haddaan soo marnay. khaasama zubayru rajula min alansaar, ula dooday. faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi yaa zubayr isqi thuma arsil, ilaa isagaa webiga xaggiisa xugay. faqaala alansaariyu wuxuu yidhi annahu ibnu camatika inuu yahay miya, liajli annahu ibnu camatika inuu yahay miya. faqaala calayhi salaatu wasalaam isqi yaa zubayr, zubayrow beerta waraabi, xataa yabluqa ilaa biyuhu ay ka gaarayaan aljadra, gidaarka yaroo loo sameeyey geedka asalkiisa loogu sameeyey ilaa ay ka gaarayaan meeshaa karkoorka ah. uma markaa kabacdi amsig biyaha hay oo celi. qaala zubayru, zubayr markaa wuxuu yidhi faaxsabu, waxaan u malaynaa haadihi alaaya nazalat fii daalika, sha'niga inay ku soo degtay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii maa shajara baynahum thuma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima. qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala, baabu shurbi alaclaa ila alkacbayn, hadaa midkani baabu mashruuciyati shurbi alaclaa, kii aclaha ahaa oo webiga xaggiisa xigay cabitaankiisii oo la jideeyey ayuu u baabiyaa ila alkacbayn, ilaa labada anqow laga gaarana uu cabayo. iska hayso biyaha ma aha, iska hayso weligaa biyaha oo aclan ahayo dhinaca webigan xigaahu anaa markii hore meesha noolaystay weligayan biyaha iska haysan ma ahane. nabigu xuduudu u sameeyey sala allahu calayhi wasalam waa ilaa anqawyadu biyuhu markay soo gaaraan, labada anqow biyuhu markay soo gaaraan waa laga xiraa, markaas waa laga xiraa. kan beerta ku xiga ayaa markaa biyaha loo fasixi, isagana markay anqawyada u gaaraan waa laga xiri, saasaa lagu wadi, saasaa lagu wadi. qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala, xadaثanaa maxamed maxamed bnu salaam albikandi qaala akhbaranaa makhlad ibnu yaziid alxaraani taqadama lana fii kitaabi اljumuca, kitaab اljumuca markii hore un ku soo qaadanay makhlad ibnu yaziid alxaraani. qaala akhbaranii ibnu jurayj cabdilmalik ibnu cabdilcaziiz ibnu jurayj qaala xadaثanii ibnu shihaab can curwata bni zubayr annahu xadaثahu, curwaha ibnu shihaab u sheegay anna rajulan min alansaar, nafsu lxadiisu haddana masalada u deliishaday shurbi alaclaa ila alkacbayn, anna rajulan min alansaar ayaa khaasama zubayra kula dooday fii shiraajin, biyamareen, biyamareenkaasoo min alxarati, dhulkii xarada ahaa oo dhagax madowga ahaa xaggiisa ka ahaaday, liyasqiya bihaa bitilka shiraaj, biyamareenka si uu ugu waraabiyo annakhla, geetimiraadka si uu ugu waraabiyo. faqaala rasuulu llahi, rasuulku ilaahay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isqi yaa zubayru, zubayrow beerta waraabi. fa amarahu, nabigu sala allahu calayhi wasalam zubayr wuxuu amray bilmacruuf, macruuf u amray, oo macruuf maxaa loola jeedaa bimacnaa an yatruka bacda xaqihi, ha ku xeel dheeraanoo xaqii biyaha aad u laheed xoogaa ka tagwo adoo u naxariisanaya deriskaaga, deriskaaga adigoo u naxariisanaya. uma markaa kabacdi arsil ilaa jaarika, deriskaaga markaa kabacdi u dir. faqaala alansaariyu wuxuu yidhi an kaana ibna camatika inuu yahay miya, in eedada inuu yahay miya. fatalawana wajhu rasuulillahi, waa isbedelay sala allahu calayhi wasalam. uma qaala wuxuu yidhi markaas rasuulku sala allahu calayhi wasalam isqi beerta waraabi zubayr, uma axbis biyaha celi xataa yarjica almaau ila aljadri, markii hore bilmacruufa xoogaa uga tagaan buu ku yidhi ilaa jadriga ay ka gaaraan gidaarka yaroo geedka hoostiisa laga qoday, laga qoday meesha karkoorka ilaa ay ka gaaraan biyaha celi, si fiican biyaha u cabu. wastawcaa, nabigu waa u dhammaystiray sala allahu calayhi wasalam, bimacnaa istawfa, waa u oofiyey. wastawcaa, nabigu waa u oofiyey sala allahu calayhi wasalam lahu zubayr xaqahu, xaqiisiyo kaamil, xaqaagiyo kaamila qaaduu yidhi. markii hore xoogaa un macruuf iyo samayaan kulahaaye hadduu kelimadaas ku hadlay xaqaagii oofso. faqaala zubayru, zubayr wuxuu yidhi markaa
والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك شأن غسل وسودجي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فقال لي ابن شهاب ابن شهاب الزهري وحو يقول قفك الله هو ابن جريج إلا سيقى كقادة حديثك أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب كاسو. فقال لي هدانا هاي ابن جريج لي ابن شهاب وحو يقول فقدرت الأنصار والناس أنصارتي يضدك ويقدرين ومن عطف العام على الخاص الأنصار تروح يسكسوا هوس قليل لهيد الناس لفظ الناس يسوا هوس قليل لهيد. فقدرت الأنصار والناس أنصارتي يضدك وحي قدرين قول النبي نبي هذا الكيس يقدرين صلى الله عليه وسلم ويري اسقي ثم حبس حتى يرجع إلى الجدري أن قياسنا اللي يري أنت بيرت قفكو وحق أوليه هاي ميلا أن قوي هذا ميلا كسر ريا وحق قدري أنصارتي يضدك كلام الجدر هو الأصل وجدك أصل كيس أصل كي يعني جريدو وجريد ما شاء الله قديو إلى قد كاس وكبو حسمو وكان ذلك تقدير كاسنا وحوها أنصارتي يضدك مركي وحق قدرين تقدير كاسنا وحوها إلى الكعبين نبي ما قدرين صلى الله عليه وسلم لكن وحق قدري وأنصار أنصار قدرين وحيرا النبي صلى الله عليه وسلم مركولي إلى الجدر إلى الجدر اللي يقارو هذا الجدر يجي أن قدرنه ولا جيدا نبي ولا جيدا صلى الله عليه وسلم أنصار وحي قدرينه وحيكو قدرين جدر يجي إن لا جيدا إلى الكعبين ساسو مرك الشيخ أترجم استباب الشرب الأعلى إلى الكعبين مرك وانا سداسو علماء وحي قوان بيرها مربها دي وبيجو أوسن كوف اللين قف كم بيرتي سو حلقو قياسي إلى الكعبين labada aan qow biyo markay joogan waa inuu marka biyaha xiro qofka walaalkiisoo marka ku xiga waa inuu biyaha u siidaayo qala imaam al-bukhari rahimahullahu ta'ala marka xaafidku wuxuu ku leeyahay wa fi hada al-hadith waxa ku sugan ghayra ma taqaddama anna man sabaqa ila shay'in min miyahi al-awdiyah qofki shay uu hormara oo togaga biyahooda kamida wasiyul iyo daadadkaas aan la kala lahayn allati la tumlak aan la milkin karin fa huwa haqu bihi أصلاك حق نبى نقفك أهر مراو، لكن ليس له معها إذا استغنى هذو دقتهم أو بيرتو أي عبتو أن يحبس الماء بيها إنه كعل يومها عن الذي يليه، وفي وحكوس أن للحاكم أن يشير إنه إشارة إليه بالصلح إن الصلح تمله شيء بين الخصمين ويأمر به صلحنا وأمره ويرشد إليه صلحنا وكهنونيه ولا يلزمه به كل لازم ما يصلح إلا إذا رضي دور هالي قفك كن غلا صلح معهن وأن الحاكم يستوفي إنه فين كره لصاحب الحق حقه حق سوء فينكره إذا لم يتراضى إذا لم يتراضى يا هذا إنسان لابد يدود إنسان رأى النقطة حق وهو فينكره قف كمرك حق إسكال زيد الزبير به ونبيه حق سيرنا وفيه صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بالحق وعليه لمن توجه له ولو لم يسأله صاحب الحق يسأل بسؤالا هذور هذا وفيه وحكسه عن حديث على اكتفاء من المخاصم قف كدود إن لو وقف تومايو بما يفهم عنه مقصوده وح مقصود كيسي لغا فهمي كارو من غير مبالغة في التنسيس على الدعوة دعوة انو ادو سي عدايو ادو سي فسيرو ايضا وحبالو حيال ديراني ولا تحديد المدعى وحالا شاقنا يحددنا على لهين ولا حسر وسوكو ويدسنا عن لغو مبالغونين بجميع صفاته تلماميه سور دان انو كسو كوبنا او وحبالو مبالغونين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل سقي الماء هذا مثل باب فضل السقيل ما بيها ورابين تودي فضل وسكلة يهي أي أباب يهي إمام البخاري رحمه الله تعالى أحكامتي بيه ولكل حجراه بابكم حقا هذا الدونا بيها أوضتك مساكين تا يدتك فقراء دا يقف والبا أبا هم باللعب سيو فضل لقه لا يوقفك صدق يستي بيها فضل إيه الدرجة دا إله يكتس أكوية لنا يا سبحانه وتعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك عن سمي ومولى أبي بكر ابن عبد الرحمن أبي بكر ابن عبد الرحمن موليه سيوم عن أبي صالح ذكوان الزيات عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك قال بين وقت رجول أن يمشي وصعني فاشتد عليه أنك أسأل عدش أنك أياكو أتكاد أنك فنزل أنك وادقي بيرهن عيال وهوس وقدقي فشرب منها عيالك يكسو عبي ثم خرج وصبحي فإذا هو أنك بكلب لاقم بكلب أيوا والله كلمة أي قاسو يلهث عرب راري عناي أي قاسو يأكل عناي الثرى عرض قيّن من العدش لأجل العدش أون هي درت عرضي عناي فقال مركاسو نك وحوري لقد بلغ هذا كان وحق قاري مثل الذي لقد بلغ هذا كان وحق قاري أي جني
مثل الذي كيو كلو غاري بلغ كاس بي اني غاري وخي غاري ايغان غاري اونكي عدشكي فنزل وادغي بيرن عيلكي هوس او دغي نينكي فملا خوف او خوفكي سو بوخي ثم امسك او خوفكي بفيه افكيس او كسو قبتي ثم مركا كبعد رقيا قافكم يدن هوس ديين يا ثم الرقيا صح مركا ثم الرقيا وكري يعني مركو عيلكي كسو بخربا كرو سو اديو وكسعيدة وزنا ومعنى حق ميزان كي حق معنى سعيد وكلو إلا مدي هراء نسو قادنا إنه تفيد رقا ويتاس وفعال هذه تفيد هاي هذه تفيد لولجه إذا وفعال كرما يرمي رقا رما يرمي رقا يرقي رقية أما هذه الرقية لولجه إذا وكري هذه لولجه إذا وفعل مركز فعل وي مركز ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه للرقيك كريد هذا ولن نؤمن للرقيك أو ترقى أو ترقى في السماء الكسن كربا أو ترقى إلى أتكفوشه في السماء بمعنى تسعد في السماء أو ترقى أو حكتم وتفعل ويه رقية وكري رقية وكري يرقى وكري أو ترقى في السماء ولن نؤمن للرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ثم مركاك بعد رقية وكري ninki eelkii yani kor uga soo baxay fa saqaan ninki wuxuu waraabiyay al kalb aygi waraabiyay fa shakara allah lahu ilahi wa ku shukri bimaana jazaahu ala amalihi amalkiisu ilahi ka abaal mari fa ghafara lahu ilahi wa u dambi dhaafay ninki oo wax lagu dambi dhaafay waxa weey ayga najaastaa uu naxariistay oo biyaha u siiyay ayaa ilahi ugu dambi dhaafay subhanahu wa ta'ala maxaad u maleeyay marka qof miskiin ah oo muslim oo ahlu tawxiida qofkii maaragtaa ay u gargaara oo gacan naxariis la u fidiya maxaad u maleeynaa inta ilaahay maqaamkiisa uu ku yeelanayo subhanahu wa ta'ala qaaluu markaasi waxay yiraahdeen ya rasuulallaahi rasuulka ilaahayow wa inna lana anaga ma waxa noogu sugnaaday fil bahaayim xoolaha dhexdooda ajran ajr oo waxyaalaha bahaayimta ahoo xayawaanaadka uun loola jeeda hadda bahaayimta xayawaanaadkaas ajir miyaan ka helayna qaala markaasuu nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi fii kulli kabidin radbatin ajrun beer kasta oo qoyan ajira ku sugan uu yiri nabigu sallallahu calayhi wasallam wax walbo nool أجر على جهل يوري نبي صلى الله عليه وسلم ولو كلب يسبح النقض تابعه وح متابعي حماد بن السلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد تابع هذا مدين لقنيك مدين لقسمها متابع هذا نهدا وحوي ومتابع هذه أباه النيد يعني حق مقارنة الشيوخ إن الله فيري وأنا أصعب المتابعات في البخاري إلا مركب وحبه هي إن شيوخ ذي قفك ولا سعودي قفك البخاري كنت تدربي ورجاشة صوبرتو فيرينا وصو صاري كرام مركا هذا الضمير كحقو علينينا تانا دينك ايدين دين تابع هوداس حقو علينينا سترتيب او فيري الى هل دقيق عمل فيري هل دقيق عمل فيري ايش او علينينا يا بارك الله فيك ساسو سمية او علينينا لانه حوي سابت السمية اللي او علينا يحوي سمية وحكا قادي ابي صالح ماشا انا محاسو صعدا والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد محمد بن زياد ومقارن لأبي صالح أقرانتي أبي صالح هو شيخه محمد بن زياد شيخ يسا وأبو هريرة أبي صالح شيخ يسا وأبو هريرة مركز سيدا سأل لغو علين سمية سمية نمحوك قادي أبي صالح محمد بن زياد يساونا والدرجة دي وحتاقين هاي أبي صالح مركز فكأنه أخذه عن أبي صالح محمد بن زياد إلا شيخه وحوي يعني أقرانتي سوح كقاضي مروا بابو تابعه سمي وحا متابعي حماد بن السلامة البصري يو الربيع بن مسلم البصري عن محمد بن زياد المدني ورجاشي كقاضي جرت أبو هريرة كأبي صالح سيد أبي صالح بو أبو هريرة وقاضي قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي مريم وسعيد ابن أبي مريم المصري قال حدثنا نافع بن عمر ابن عبد الله المكي عن ابن أبي مليكة عبد الله ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى رسولك وحي تكذي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف قل رحدي يعني مدوباتك صلاة ديسي أيو تكذي نبي صلى الله عليه وسلم فقال مركز نبي صلى الله عليه وسلم وحيري دنت ميان نار نارتيا إيسو دواتوري نبي صلى الله عليه وسلم حتى قلت إلى أن إسكائري أي حتى قلت إلى أن إري أي ربي ربي قيقيو وأنا معهم وددك اسميان كجرا نارت معيقود قليا ميان معيقود آهي لا أنس إري ومن تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تا
تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب مع ربه يا ربي سيدو وغا يدب قادنا ويه هذا النبي صلى الله عليه وسلم النار يا وحو دوبا الهي وكبد بادي سبحانه وتعالى. فإذا وقت قاس امرأة هويني أيا ماشي فإذا وقت قاس امرأة هويني أيا بحاضرة حاضر أحبا ما يا ما خبرك وحن كده جينا إذا أنت النفط إذا كده إذا فجائية وخبر إذا النفط إذا لو ضرف كي فإذا وقت قاس امرأة أباها تبا حسبت وحن أم ليور وحدها هي حسبانك والنافع نافع وحور حسبت وحن أم لي أنه الشيخ يجي وها ابن أبي مليكة نافع ابن عمر إلا وحو كقادة ابن أبي مليكة حسبت وحن أم لي أنه الشيخ يجي ابن أبي مليكة قال إنو يري تخدشها وحا عجيي سنيسة إسلام تاس هرة مكلالة بعجيي سنيسة وإسلام اللي تسو يري نبي صلى الله عليه وسلم النار تكل حجرتها ومكلالة عجيي سنيسة وعذابك وحا أدى يرادة حيوان كاسو عجيي سنيسة. قال مركاسو نبي صلى الله عليه وسلم وحيري ما شأن هذه وتن شأن قيد محيط سلانت شأن قيد محوية. قالوا مركاسو وحيراها حبستها وملائكتي لها ليس نبي صلى الله عليه وسلم حبستها مكلاشة أيضا حبست ناكتو حتى ماتت جوعا إلى مكلاشة إدمتها جوعا من جوع قاجوا إلى يدمت حبسي جرتي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول قال عذبت امرأة في هرة بسبب هرة أي الله عذاب يري نبي صلى الله عليه وسلم هرة سو حبستها أي حبستي حتى ماتت إلى هرة دي مكلاشي أي دمتي جوعا من جوع قاجو إلى يدمت فدخلت ويقشي مرك فيها بسببها هرة مكلاشي سببت دي نارت وحيقشي ناكت وحيقشي النار النار يقشي. قال وحي رسولك صلى الله عليه وسلم فقالوا وحي راهم والله أعلمه لا أنت أدق أدعمتها ما أذن قودين مكلاشي ملائكتي أدهس عذابيسي ولا سقيتها من أذن ورابن حين حبستيها مركز حبستي مكلاشي عنتنا ما أذن سنين عبتان ما سنين ولا أنت أدقنا أرسلتها مكلاشي ما أذن دينين وما أذن سيدرين وما فصحين وفأكلت مركزها عنت من خشاش الأرض أرضاد عيان كيسيس كسو قرب ستي والبو ما أذن فصيح ومساس يلو عذاب يري نبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باو من رأى أن صاحب الحوض والقرية أحق بمائه هذا مذكني باو من باو حكم من شخص حكم كيسو بابيه شخص قاسو رأى رأيي أن صاحب الحوض درك صاحب كيسا يو والقرية قرية صاحب كيدو أحق إنو كحق نيبدنيه بمائه صاحب الحوض كاسي بيس إنه كحق نيبدن يقفكي أركي أيو بابيه باب كان شيخ رحمه الله تعالى وحلو الشيخ دونا بيها واتي أنصر قيبنا يكوى عامة يكوى خاص لوليه كوى مرك بيه عام كاها يو مشتركاها هدو قفكو انتو وحكسو قاتو حوض درقو سمستو بيه درقو كو أرورصدو در كاسا ساقا كحق لي قفكو لن نزاعي كرتاي قفكو لدودي كرتاي قفكو قفصة كرتاي مجرت وحالا ميدا قرية دي قفكي جوغي بيه عام كاهي وحكا سوقاتي مركاسو ميل خاسي بيه سي كشبتي اما براك هان نغطو اما قدو قطي هان نغطو وحي براك تيسي اوغو جيرا اساها كو حقلي قف كلو نزاعي كاري قف كلو دودي كراهي مجيرا مسالة داسو شيخو كادر دونا مميري قربتي انا بسيك خالة دو آخري قربتي او اساحو قريتي انا آخري يا باب من رأى قفكي رأيه أبابيه باب حكم من شخص حكم كيسي أبابيه شخص ياسو رأى أركي أن صاحب الحوض درك صاحب كيسي يو القربة هانته قرية ماها يو القربة هانت صاحب كيدو أحق إنو كحق نيبدنيه بمائه صاحب كاسي بيس إنو كحق نيبدنيه يعني ولا جدد وحوي بيه عام كاهيو مشتركاها قفكو هدو أسو بيها مشتركا قيب كسو قاتو حوض كيسي وكشبت صدو أو درتيسي وكشبتو أما هانتي سي وكشبته أسقى ملكيه قف كل النزاع كره وقف كل الدودي كره أنا مجرم مسألة سوك هذا الشيخ رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل البغلاني قال حدثنا عبد العزيز هو عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم وما كان أبيه سوك قاضي عن سهل بن سعد الساعد قال وحول سهل أتي رسول الله رسولك الله حلوك يعني صلى الله عليه وسلم بقدح قلاص الله يعني فشرب وعبي نبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه نبي مدكتي سنة صلى الله عليه وسلم غلام ويل هذا وهو ويل كنا أحدث القوم قوم كمتك أقود أذا يرو ولا شياخ أضياشين عن يساره
nabiga bidixdiisay ahaadeen sal allahu alayh wasalam. Qaala markaasuu nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi, yaa gulaamo wiilkana waa ta'danu lii, maya idme an ucdiyala shiyaakha odayaasha inaan siiyo, odayaashan inaan siiyo galaaska hambada maya fasaxe. Faqaala markaasuu wuxuu yidhi, wiilkii yaraa maa kunta anugu mayhi liuuthira inaan doorayo binasiibi nasiibkayga minka xaggaaga xaaluu ka ahaaday nasiibkaygu axaddan qofna u doori maayo yaa rasuulallahi rasuulka ilaahyo. Fa acdaa nabigu sal allahu alayh wasalam hu gulaamkii iyaahu qadaxii galaaskiiuu nabigu siiyey sal allahu alayh wasalam. Tarjamada iyo xadiiskan xaggee isku munaasabaynayaan? Meeshay iska munaasabaynayaan waxa weeye, hambadii nabiga sal allahu alayh wasalam ayaaba maadaama midigta uu wiilkani uu xigo ayuu khusuusiyo ku yeeshay. Ee maxaad u malaynaya qofkii haantiisii iyo darkiisii biyahana maxaad u malaynaya? Taasaa min baabi owla, min baabi owla kaas ah. Kan wuxuu khusuusiyo ku yeeshay midigta inuu xigo bis, biyihii asagu sooma shaqaysan, haantiisii lagama keenin, wuxuu xaq ku yeeshay inuu midigta xigo bis. Maxaad u malaynaya qofkii haantiisi marka biyaha ugu jireen ama darkiisiiu? Faqaala maa kuntu liuuthira binasiibihi minka axaddan yaa rasuula allahi faacdaahu iyah. Qaala alimaamu albukhaari raximahu llahu tacaala, xadathanaa muxamed bnu mushaar huwa albundaar qaala xadathanaa gundar muxamed bnu jacfar qaala xadathanaa shucbata can muxamed bni ziyaad almadani qaala samictu abaa hurayra radia allahu tacaala canhu can nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala, wuxuu rasuulka alle waladii nafsi biyadihi la aduudanna ka reebe ka celiye oo ka celiye rijaalan rag ayaan can xawdii xawdkayga ka celi doonaa, yuri nabigu sal allahu alayhi wasalam. Kamaa tudaadu lgariibatu neefka gariibka ah oon la garanayn sida looga celiyo, min alibili gariibadaasoo min alibili geela ka mid a, can ilxawdi xawdka ninku iska leeyahay si uga ceshado, oo neefka gariibka ah oo neefafka kale ka soo fakaday sida uga celinayo oo uu leeyahay xawdka geelayga bisaa cabaya sida uu leeyahay, ayaan dad badan xawdkayga ka horayn doonaa oon ka celin doonaa, yuri nabigu sal allahu alayhi wasalam. maxalu shaahidka marka imaam albukhaari waxa weeye, kamaa tudaadu lgariibatu min alibili can ilxawd, qofka xawdka hadduu iska leeyay inuu geela kale uu ka ceshan karo. qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacala, xadathanii cabdullahi bnu muxamed huwa almusnadi qaala akhbaranaa cabdurazaaq cabdurazaaq bn hamaam sancani qaala akhbaranaa macmar huwa macmar bnu raashid can ayuub wasakhtiyaani wa kahiir ibni kahiir kahiir ibni kahiir almaki wa akhuu jacfar ibni kahiirkii, in badan aan soo mari jirnay, jacfar ibnu kahiir iyo cabdullahi ibnu kahiir iyo kahiir ibnu kahiir iyo saddex mashaayikh oo walaalaaw oo muxadisiin dhammaantoodooda ah, jacfar ibnu kahiir, cabdullahi ibnu kahiir, kahiir ibnu kahiir, kulligood waxa weeye walaalow. yasiidu axaduma labadan sheekh waa ayuub iyo kahiir midkood, calalaakhari midka kaleu bacda alfaad kala ziyaadayo alfaadda qaarkood. can saciid ibni jubayrin qaal qaala ibnu cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala nabiy wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam, yarxamu llahu uma ismaaciil, ismaaciil hooyadiis allah u naxariisto, low tarakad hadday ka tegi lahayd zamzama, lafda zamzama, erayga zamzam haddaysan ku dhawaaqi lahayn biyihii markii ilaahay subxaanahu watacaala meesha uga soo burqiyey ceelkii, eraygaas haddaysan ku dhawaaqi lahayn, aw qaala ama wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam, low lam takrif, haddaysan ka soo darsa lahayn min almaai biyaha, lakaanad waxay ahaan lahayd bi'radaas ceelka zamzam caynan il, ishaasoo maciinan iska shubmaysa oo iska qulqulaysa. zamzam bimacnaa yacni ijtamic wey, waa kulan oo soo aruur, biyihii zamzam soo aruur, soo aruur, soo aruur. kelimadaas zamzam haddaysan ku dhawaaqi lahayn, uu yidhi nabigu sal allahu alayhi wasalam, oo iska qulquli lahaayeen, iska soco lahaayeen munaaficdood ilaa dad badan ay kala gaaraan. wa aqbala jurhumu, qabiiladii jurhumaa soo qaabileen. faqaaluu markaasi waxay yidhahan qabiilkii jurhum markay biyahan arkeen, ata'daniina ma noo idmee an nanzila inaan degno cindaki agtaada inaan degno. qaalad markaasi waxay tiri umu ismaaciil, nacam waa idin fasaxaya soo dego, walaa xaqa lakum fi lmaa, biyahana xaq kuma lihdiin. waa maxalu shaahidka bukhaari halkaasu, maxalu shaahidka bukhaari halkaas wey, walaa xaqa lakum fi lmaa taasu. qaaluu markaasi waxay yidhaaheen nacam. qaala alimaamu albukhaariyu raximahu llahu tacala, xadathanii cabdullahi bnu muxamed huwa almusnadi aljucfi qaala xadathanaa sufyaan huwa sufyaan bnu cuyayna can camrin camri bni dinaari almaki can abi saalix assammaan can abi hurayrata can nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala, wuxuu rasuulka alle sala allahu alayhi wasalam, thalaathatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaamati walaa yanduru ilayhim, rajulun xalafa calaa silcatihi, badeecadiisii ku dhaartay, laqad ucdiya, in lagu soo siiyey bihaa badeecadan akhara, wax ka badan lagu soo siiyey ku dhaartay, mimaa ayiladiikii yacni lagu soo siiyey acdaa isaguba uu bixinayo, oo ninkan yacni wax iibsanaya wuxuu bixinayo wax ka badan anayba lagu soo siiyey oo ii joogta, walxaaluu sidaa u leeyahay, huwa isaguba kaadibun, beenaale uu yahay. warajulu, nin wey ninkaasoo xalafa calaa yamiinin, dhaar ku dhaartay, yamiintaasoo kaadibatin ee been ah, bacda alcasri, salaadii casir ka bacdii uu ku dhaartay, liyaqtadica bihaa bisababiha, yamiintaas sababteeda si uu ugu goosto, maala rajulin, nin maalkiisi uu ugu goosto, ninkaasoo muslimin ee muslima. warajulu, nin wey ninkaasoo manaca fadla maaihi,
biyihiisii dheeraadka ahay oo xaajadiisa ka soo haray diiday, manaca fadla maaihidaasuu ka deliishanaa sheekhu. Fadla maaihi, ilaa biyihii asagaa loo adifiyay, asagaa iskale qofkan. Fayaquulu llahu, ilaahay wuxuu leeyahay, alyowma, maantay, ayaan amnacuka, ana kuu diidi, fadlii fadligayga, ana maantan kuu diidaa. Kamaa sidii manacta aad u diiday, fadla maa shay fadligiisa aad u diiday, shaygaasoo lam tacmal, aysan samaynin, yadaaka labadaada gacmood aysan camal falin oo aysan samayn. Biyahan xaqiiqada ilaaha keenay, xaqiiqada ilaaha keenay. Biyaduugu xaqiiqadooda aadan keenay, saad bini aadamka ugu diidi jirtay, ana fadligayga waan kuu diiday. Ee ilaahay qiyaamaha leeyahay subxaanahu wa tacaala. Qaala caliyu, wuxuu yidhi, wa caliy ibn cabdillaahi walmadiini albasriy, qaala xadathanaa sufyaan, sufyaan ibnu cuyayna, sufyaan ibnu cuyayna wuxuu noo sheegay, kayra maratin, hal mar wax ka badan, can camrin wuxuu nooga sheegay, camr ibnu dinaar sheekhiisii, samica abaa saalixin, inuu maqlay camarku asaguna, abaa saalix waa samaankii, yabluqu, abaa saalix wuxuu gaarsiinay, bimacnaa yarfacu bihi, xadiiskan abaa saalix xadiiska wuxuu u kor yeelayay annabiya sallallahu calayhi wasalam. Marka riwaayada irsaala galay, leanno abaa saalix lam yalqa rasuulallah sallallahu calayhi wasalam, abaa saalix rasuulka lama kari, see ugu kor yeeli. Marka wuxuu ula jeedaa Bukhaari riwaayadan Sufyaan ibnu Cuyayna, marna wuxuu sheegi jiray iyadoo mutasila, marna xadiiska wuxuu sheegi jiray asagoo mursala. Asagoo mursala waxaa laga maqlay, qaala caliyun xadathanaa Sufyaanu kayra mara can camrin samica abaa saalixin yabluqu bihi nabiy, markaa waa mursal, xadiis mursal wu, leanno taabiciya wuxuu leeyahay xadiiska nabigaa sidaa yiri sallallahu calayhi wasalam, taabiciya sidaa dhaxayu waa Abi Saalix oo xertii Abu Hurayra ka mid a, ayaa wuxuu leeyahay nabigaa sidaa. Marka riwaayada dhinacan waxay ka noqonee mursalay ka noqonee, iyadoo marka mursalana waa soo aroru ka wada Imaam Bukhaari raximah llahu tacala. Qaala Imaam Bukhaari raximah llahu tacaala, baabun laa ximan ila lilaahi walirasuulihi. Baabun hadaa midkani baabun baabu, laa xima xadayn ma ahaanin oo meel sooma xadayn karo sooma meegaari karo ilaa lilaahi, ilaahay unbaa xadaynta u sugnaatay. Walirasuulihi, ilaahay rasuulkiisa maahane sala allahu calayhi wasalam, xadayn meel kale uma sugnaanin. Masalada sheekhu uu ka hadli doono raximahu llahu tacaala waxa weeye, dhul qofku ma soo xadayn karo, dhul intuu soo xadayo ma dhihi karaa dhulkan xoolaha yacni mamnuucu ka yahay inay daaqaan, ilaa xoolaha khaaska ah oo xoolaha zakada maahane, xoolaha zakada maahane, xoolaha kale oo shacabka ibni aadamku ay leeyihiin ma daaqi karaan dhulkan, ma dhihi karaa dhulkan waxaan u khasisay xoolaha zakadu inay daaqaan, ma dhihi karaa. Taas marka wuxuu noo sheegay Imaamu Bukhaari raximahu llahu tacaala, qofka imaamul acdamka ah ee madaxweynaha masalada uu samayn karaa, inuu dhul dhan intuu soo meegaaro uu dadka ka mamnuuco, uu yidhaa dhulkan lama dhisan karo, guryo lagama dhisan karo, xoolaha kalena lama daaqsan karo, ilaa waxaa daaqaya xoolaha zakada bis, imaamul acdamka u banaantay. Laakiin qof kale maya, qof kale uma banaano dhul mushtaraga inuu maaragtaa iska soo ooto oo yidhaahu anigaa iskale. Marka xadiiskan lafdigii xadiiskuna sheekhu tarjamaystee, laa ximan ilaa lilaahi walirasuulihi, haddii la yidhi imaamul acdam see looga fahmi inuu asagu xuduud samayn karo oo intuu meel soo meegaaro uu dhihi karo meeshan deegaanna lagama dhigi karo lamana degi karo xoolaha bini aadamkuna ma daaqi karaan ilaa xoolaha zakada mooye, waxaa looga fahmi nabigu sow xima ma lahaan jirin sallallahu calayhi wasalam, oo dhul intuu soo meegaaro sooma dhihi jirin xoolaha zakada, unbuu khaas u yahay. Waxaa markaa lamid noqon kara kullu man weliya amra almuslimiin, kullu man weliya amra almuslimiinna waa lamid, ilaa xilligii nabigeena sallallahu calayhi wasalam isagoo khayru khalqillaahi ah, haddana imaamul acdam uu ahaa nabigu sallallahu calayhi wasalam, kama annahu khayru khalqillaahi huwa imaamul acdam, imaamul acdamna waa ahay nabigu sallallahu calayhi wasalam. Marka imaamul acdamka waa u bannaan tahay inuu xuduudaha sidaa u sameeyo. Asalkana xadiiska wuxuu ku baxay laa ximan ilaa lilaahi walirasuulihi, wuxuu ku baxay carabta jaahiliyada waxay samayn jireen ninka ra'iiskooda ah markii deegaan la dego, meel deegaan ah aarana markii la dego, meesha aaranka ahu meel buuruhu eygiisa saari jiray, markaasuu eygu markuu qayliyo wuxuu leeyahay ilaa xaytu intahaa sawtuhu fahuwa ximan li, meesha codka eygu gaaro aniga xadkayga ah, xoolahayga bisaa daaqi kara, xoolo kale ma daaqi karaan. Markaasuu isagoo dhaqankaas la dagaalamaya nabigu sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa xima ilaa lilaahi walirasuulih, qof dhihi kara anaa intaasoo dhan soo meegaartay xoolo kale ma daaqi karaan, deegaan lagama dhigi karo, rasuulka bisaa ka jira sallallahu calayhi wasalam. Iyo wa kullu man qaama maqaamahu min wulaati almuslimiin, iyo qof walba maqaamkii nabiga joogo sallallahu calayhi wasalam oo imaamul acdam ah isaguna wuu samayn karaa. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا ليث بن سعد المصري عن يونس
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو المسعودي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صعب بن جثامة قال وحور صحابي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حما إلا لله ولرسوله. وقال وحور ابن شهاب الزهري وحور بلغنا وحنا سوغاري أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم حما إنو شرميي ونبي حديي النقيع ماشي النقيع اللي راح ولها الزكذا إنو نبي ماشي راح ولها الزكذا أم بيخاصكته deegan laga ma dhigan karo guriga laga ma dhigan karo inuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam saasana soo gaaray balaqana waxana soo gaaray waqad bala waqala wuxuu ibn shahab balaqana waxana soo gaaray anna nabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam xama inuu shirmeeyay oo xadeeyay an naqi'a meesha naqi'a leeyda naqi'a taqaa janub al madinatu al munawwara koofurta magaalada madinatu al munawwara ee dhacda 38 km ay koofurta uga beegan tahay magaalada madina meeshaas uu nabiga soo xadeeyay sallallahu alayhi wasallam wa anna umara radiyallahu ta'ala anhu xama ash-sharafa بس مين دي الشين الشرف يا شين وين دي الشرف مين دي يا فيرن وحير والشرف بفتح المعجمة والراء بعدها فاء في المشهور. وذكر عياض وحشاق أنه عند البخاري بفتح المهملة وكسر الراء قال وفي موضي ابن وهب بفتح المعجمة والراء قال وكذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب أساسه مد الشين كه الصواب وليه شارحه. وأما الصرف والصينة فهو موضع بقرب مكة ولا تدخله الألف واللام كاسنا ألي يعني لما بقليه الصرف لما بيريه هدو الصين ليه هيو الصين هدو ليه مركا كان واكي الشين كه هو الشين. وقال وحور ابن الشهاب بلغنا وحنا سوق قاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حما نبي إنه شرميي صلى الله عليه وسلم النقيع ماشي النقيع ليرة. وأن عمر حماسنا إنه شرميي الشرف ماشي الشرف ليرة. ومن 6 أميال من مكة المكرمة لحما إلي أجرتها مكة المكرمة الشرف يور ربذة ربذنا إنه سيد عمر يسونا شرميي ربذة وماشي يعني سحابي أبو الدرداء وجعلايو وشرق المدينة المنورة تقع شرق المدينة المنورة وحيد عذاب بري مقالة مدينة المنورة برغيدة بقل كيلومتر أجرتها مقالة مدينة المنورة ربدا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شرب الناس وصغير دواب من الأنهار هذا مذكني باب جواز شرب الناس دتك عبيد دودة بناناشدة دو أبابي هاي إيه وصغير دواب إيه دابوينك ورابطان كودي بناناشدة دو أباب من الأنهار وبيادة إنه دتك كعبان حوله إيه دابوينك إنه وبيادة مشترك كعبان بناناشدة دو أباب. إمام البخاري رحمه الله تعالى باب كان مسألة وجهد للدونة وحوي ما إجا مشتركة ضدك إيو حولها إيو واحدا إني كعب كرام واحدا إني كعب كرام دام بيو قف خاص أولي هاي أسنة هين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف وتنيس قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم المدني مولى عمر سيدنا عمر الدون كيسوها عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي رسولك قال الخير فرضه لرجل أجر الخير الثلاثة نسو قدرنا الخير فرضه ثلاثة سدحه لرجل نن أجر أجر أسقنا هذا نن أجر كهلي ولرجل نن ستر أسطر إيهن نن أسطر إيهن عقوبة إلهي عذابك إلهي كأسطر إيهن وعلى رجل نن دشي سنة وزر دنبي أبا هذا نن كاسوا كدن بابي فرضها. فأما الذي كي له أجر أجرك أسقنا هذا وفرسك كهلا يدى بدي وحناني سنة أجرك كهلا فرجل نموي ننكا صورها بضها فرستي حرتي في سبيل الله فرده حري الخيل فرده حري في سبيل الله جدك إلهي كحري وجدك إلهي كحري ولا جدد لقليها محيتها وبمعنى جهادك وقتلق علي وحرنا يبا وحوي إنه كجهاده وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إنه ككري له ويقول جدده فأضال واديري لها فرده في مرجن كديري أو كحري قف مال قفة سو أضاقه أي كحري أو كديري أو مثلا روضة بير أو مال بيره كحري أو كديري فما كي أصابت فرده يا سيبته في طيالها حرق إذا وذلك كاسة حرق أصل كديري وحي أي كأصيبته من المرج قف كحقيس أي كأصيبته كعنته أو روضة أما بيرتي حق إذا أي كأصيبته كان لها حسنات كان متكاس مأكول كاه ولا عوني كان متكاس مأكول كاه ولا عوني حسنات حسنات يا هذا لها ونقي قر له مدين قر ماشي كان له يا عمير
كانت من دون قرن كانت له حسنات حسنات من دون هسر يوميا نصلا سد من الدين رون تابا كانت له حسنات كانت وياها تاخيش أسفردها سي له لمالكها نينك مالكها يعني اسكالها حسنات أيوة هذا المركز حسنات أو قصعني وحي عنته وحي عبته وحي بيرتك عنته يردن أجروا كهلوا ولو أنه نينك ولو أنه يسقو فرس كيزو ما يا مشان يسقي على الشان يساسه هناك ولو أنه شأنه إن قدع هذوق ديالها حرق جدي حرق الجوح ري هذوق قا أو فاستنت فرستي أي أرده شرفا هل كل أي أرده أو شرفين أم الله وكل أي أرده هل حواري أرده أم الله بحواري جرتي كانت آثارها فرستا سرادت كيدي يو أوراثها دقوين كيدي حسناتنا له للمالك وحاس دقاداس إيو كاديداس إيو وحا ماركتاه رادتك أي سي أرديس إيو وحا صورنا في ميزان حسناته ميزان حسناتك سأل الله ساري يوري نبي صلى الله عليه وسلم ولو أنها فرستي مرت هدي مرتب النهار وبي أو فشربت منه وبي أي كعبته ولم يريد مالك ينا أسندون أن يسقي إنه ورابيه إذا اسكعبتي ما مشترك محل شاهد كالشيخ وهل كاسو ما مشترك اسكسو مرتب اسكعبتي كان ذلك الشرب عبيتان كاس حسنات وهذا له للمالك مالك حسنات وهذا فهي فرستي لذلك لأجل ذلك تاس درتيد أجر وأجر معنى أجر كاس الله أصيغ أصيغنا هذا للجهد ورجل نمو ننكاسو ربضها فرضه حري تغنيا لألي تغنيا ديقتونا شدرتيد عن مسألة الناس ذاتك سؤاشو ذا إنو كرد ورسنا هذا أي دوني وتعففا لألي تعففا يا دور سنا شدر تيدو دتك انو اسكو دليه او كدور سنانايو ثم مركا كبعد لم ينسى ان هالمامن حق الله الهي حقي سي ان هالمامن في رقابها لقمهده دخدوده حال حقا سو هذا فردها لقمهده حقي اهدي ان هالمامن او حق لقمهده لو غليه محالو لا جيدا وا الزكاه ان كانت اموال تجاره هذه اموال تجاره نقطه زكاه لو يالنا مال تجاره هذه نقطه زكاه لو يالن حقا سن ان هالمامن ولا ظهورها دبرده حقي لو لهانا aan halmaamin waan ku had gudbin oo wixii xalaasha dhabarkeeda ku xambaara oo xaraam aan ugu isticmaalin fahiya fardihi lidalika ninkaasna sitrun ay waahadan asturay waahadan oo cuquubada ilaahay iyo cadaabka ilaahay iyo dadka mas'aladu si su'aashoodii ka asturay warajulun nin rabadaha fardihi waa xiray fakhran laali fakhrin faad dartii soo xiray iyo wariyaan laali riyaan istusus dartid iyo waniwaan laali niwa cadawtinimo darteed oo laahil islaam dadka ahlul islaamka oo cadaw kula noqonay واستستس إيو يعني فرس وليه هاي إيو قاديد وليه هاي هل ويراه وهم بوسو إيبسدي يددك مسلمين تينو كراع الله يتمو فهي فرده على ذلك رجل كدشيسة وزرون يكو أهالا الدنبو وسويل رسول الله رسولك إلهي اللي ويده صلى الله عليه وسلم عن الحمر دماريه كورنا اللي نبي صلى الله عليه وسلم فرده واتك هذا الشيء فقال مركز نبي صلى الله عليه وسلم وحوير ما منزل علي أن يدشي ذا لقمسو دجل فيها في شأنها دماريها شأن كذا شيء محمل لقمسو دجل وحس خصوص كذا أطل مامية وأنا قال لي يوسف دجيء مجرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه تنمهني تاسو على آية آيدا آيدا سو الجامعة حكم والبابا كل من الجامعة لكل شيء وهو البابا كل مسي آيدا سو الفادة كلج النقطي وصدق يدو حكم من يسوى حكم من يسنجر فمن يعمل قفك السماء مثقال ذرة دور عسوك قفك السماء خيرا من خير خيرا يره مثقال ذرة سوارك ومن يعمل قفك السماء مثقال ذرة دور عسى قدر كذا وكله أو شرا من شر شر أهنا يره مثقال ذرة شرتع أسجنا وارك مرك فرس كي هذه اللي قصوا هذا الدمير كينا آيات داس يسوق جريوري نبي صلى الله عليه وسلم آيات آيات عام ويو هذا الدمير كي وخير كل معاملة وتنا يسوق جري فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذه الدمير كي هذا الشر يا حرام أدو أديك ستنا ويسوق جري ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وربيعة الرأي المشهور بربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعث المدني عن زيد بن خالد الجهني قال وحول صحابك جاء رجل لنا إلى رسول الله ويمت صلى الله عليه وسلم فسأل نينك هو رسولك سؤالي صلى الله عليه وسلم عن اللغة بعدد يويدي رسولك إلهي بعدد بل إقور فقال مركز نبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاسها weelkeeda horta oqoonso baadida weelka ay ku jiro alaabta weelka ay ku jiraan weelka bal horta waa inaad barato oo aqoonsato sifaadkiisi
wawikaaha baadida xariga ay ku xiran tahayna xariggaana aqoonsuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam. Uma markaa sidaa u xafido carifaa haybaari baadidii sanatan sana haybaari yuuri nabigu sallallahu calayhi wasallam. Fa in jaa saaxibuhaa baadidaa saaxiibkeedu hadduu yimaado fadaaka waadixun, de arrinku markaa waa iska cadiyo iska sii wey saaxiibkii ninkii iska leh hadduu yimaado baadida iska sii. Wa ilaa hadduusan saaxiibkii imaanin fa sha'naka biha falzam sha'naka sha'nigaaga laazim biha baadidii sha'nigeeda ku laazimo yacni adaa iskalew fatamallaka ayaa loola jeeda iska milki. Haddaad shuruudaha soo martay ood haybaarisay qofkii iska lahaana uu iman waayo adigaa milkinaya tamallagtu dheh waa milkiyadhe saasaad milkigaa ku gashay. Qaala markaasuu wuxuu yidhi haddana ninkii fadaalatulghanami ariga baadidiisii maa sha'nuhaa xaalkeeduna muxuu yahay rasuulka ilaahay bal iyadana iga waran ariga baadidiisii. Qaala wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam hiya daalatulghanam ariga baadidiisii laka adigay kuu sugnaatay adigaa iska leh bimacnaa adigay kuu sugnaatay maxaa loola jeedaa bacda an carraftahaa walam tajid saaxibahaa markaad arigii haybaarisay qofkii iska lahaana aadan helin adaa qaadanayo wey milkigaagii ku jirtaa tamallagtu aad leedahay aw amase liakhiika ama walaalkaa iska leh walaalka maxaa loola jeeda macnaa in jaaaw waa maaligii maaligii iska lahaa waa yimid hadduu yimid hadda siiw walaalkaa iska siiw aw amase lidiibi ama waraaba iska leh waraaba iska maxaa loola jeedaa bimacnaa in taragtahaa wa dayactahaa haddaadan baadidii soo qaadin ariga oo meel bahgooye aad uga soo tagto waraabaa iska cuni weye marka waraabaa iska qaadanayo. Qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi fadaalatu libili geela baadidiisiina maa sha'nuha xaalkeedu muxuu yahay rasuulka ilaahi sallallahu calayhi wasallam. Qaala markaasuu nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maa laka walahaa maa laka adiga maxaa kuu sugnaaday walahaa lilibil geelaya adiga maxaa iska kiin jira macahaa maca alibil geela micigiisa waxaa ahaaday siqaa'uhaa sibraarkeedii haanuuba wataa calooshiisa weyn oo haan u ah intaas intuu biyo ka buuxsado oo intaas u qadi karaabu haanuuba caloosha ku wataa iyo waxidaa'uhaa xidaheedina micigeedu ahaaday waxidaa'uhaa xidaheedina micigu ahaaday xidaa waa kobihii kobana waa wadataa waa cagteeda cagafteeda weyn wey geela cagaftiisa weyn qodxo iyo wax walbuu ku istaago xoo ka dhibi maayaan kob weynna waa wataawu tariddu waa iska aroori almaa biyaha waa iska aroori ceelasha iska cabbi wataakulu waxay iska cuni ashajara geedihina waa cuni xataa yalqaahaa rabbuhaa ay maalikuhaa ilaa maaligeedii ka yimaado saasay isaga noolaan kartaahe ayada iska daawo. Laakiin xadiiskan fuqahadu waxay ku xambaareen geela baadidiisa marka laga hadlayo waa in wajada bimafaasatin hadduu meel bahgooyaa geela qofka uu ka helo yacni baadidiisa geelaas ma soo qaadi karo liajli tamalluk inuu intuu haybaariyo milkiyo xaaraan weeye ma soo qaadi karo meel bahgooya hadduu ka helo yaani meel bahgooya wax looga baqayaan ma jiraan geedahaasi iska daaqi ceelkeeda iska aroori xayawaanaadkana waa iska difaaci xayawaanaadkiina waa iska difaaci. Laakiin haddii meel magaala iyo meel qariya iyo rati baadiyo qofku ama neef baadiyo uu geel baadiyo uu ku arko yajuusu litamalluk waxay yidhaaheen markaa geelaas waa u soo qaadi karaa inuu milkiyo bacda tacriif markuu haybaariyo kabacdi markuu haybaariyo kabacdi.